تابعت هذه الصور المباشرة من العاصمة السودانية الخرطوم التي تظهرت تصاعدا لأعمدة الدخان وتجدد أيضا للاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، ذلك رغم الإعلان عن هدن أيضا بالإضافة كذلك إلى المفاوضات والمحادثات التي تجري بين طرفي النزاع، الجيش وكذلك الدعم السريع في جدة في المملكة العربية السعودية. إذن هذه هي الصور المباشرة لتجدد الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، وخاصة بأن هناك أو قد شهدت هذه العاصمة ربما هدوءا حذرا في هذا اليوم، صباح هذا اليوم. نستمع الآن إلى دوي انفجارات وكذلك إطلاق لقذائف في العاصمة السودانية وأعمدة الدخان التي تتصاعد في سماء الخرطوم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.